ده الشيخ ابراهيم العزازي كان عالم من علماء الازهر وشيخ الطريق العزازي. تمام. ابوه الشيخ خليل العزازي. ايوه. ودول اخواته الشيخ محمد والشيخ سيد. ايوه. واللي معاهم دول ولاد عمهم يعني. ايوه. واخد بالك؟ ده الاولاني ده اللي هو جدي ابو ابويا. اللي هو اسمه حضرتك؟ محمد ابراهيم العزازي كان من علماء الازهر والعلميه بتاعته هنا. الشهاده العلميه بتاعته. تمام. ودول جدي يعني الشيخ محمد اللي هو ده اهو. تمام. محمد بن عزاز وولاد عمه كانوا رايحين يوضعوا الفنزة. تمام. الشيخ خليل الدكتور خليل العزازي كان واخد دكتوراه من فرنسا. رايحين يوضعوه من بورسعيد من بورسعيد. تمام. هو وولاد عمه. تمام. ودولي المعهد الدين. والدك بقى كان طالب في المعهد الازهري. والدي استاذ البلاغه وولاد تمام. لما ثلاث فنان براحل. ده المعهد اللي درس فيه الشيخ الشعراوي والشيخ عبد الحليم محمود. طب مين اللي فوق ده حضرتك يا فندم؟ ده بقى الشيخ اللي جاب لي خطوح نصر. ده المتوفى سنه 68. تمام. ده اللي عامل معايا قرارات كبيره برضه الشيخ محمد حسام العزاز. تمام. والباقيين دول ابناء عيله العزاز. ده ابويا في مراحل تعليمه يعني. ليه هو لسه في ابتدائي ازهر. تمام. وهو في الشيخ العزازيه في اطراحه كتير جدا في معظم البلاد. وبعدين سميت بلاد على اسم العزازي كثير. زي ايه فضلت زي كفر العزازي ابو حماد، زي العزازي كافوس، زي كفر الشيخ ناصر العزازي ابو حماد، لزة العزازي ابو حماد، العزازيه ابو كبير، اللهم صل على سيدنا محمد، عزازيه دشنه في الصعيد، اولاد عزاز في سوهاج، عزاز كان في جنه، اولاد عزاز في سوهاج. فيها عيله كبيره. كم ضريح للعزازي على مستوى الجمهوريه مثلا؟ ما يقلش عن 50 ضريح. 50 ضريح. طب الضريح الاساسي بتاع جدكم الكبير موجود فين؟ كان خالص في الفابوس. وانا الحمد لله ربنا وفقني وجددت وبنيت مسلح جديد وعملت مسجد جنب اساسا ما كنتش يعني لسه نازل ما كنتش هنا الضريح كده الحمد لله. شكرا كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. معظم المحافظات في الجمهوريه ايوه فيها وصل العزاز وجدال الاكبر كان السيد عزاز الاكبر ابن مستودع البطائح واللي جه هنا ابن حفيد اللي هو سيد عزاز ابو دن الكائن ضريحه في قريه العزاز مركز قابوس وتفرع منه افرع كثيره جدا اللي راح الصعيد واللي راح البحيره واللي راح الدجهليه من افرع حدود الدجهليه وفي الغربيه في برضه عزازيه في كل معظم المناطق فيها عزازيه. متواصلين مع بعض يا فضيله الشيخ؟ على طول كله. كله بيجي هنا وانا بروح له بزور الكل. الحمد لله ربنا يعني ايه اداني صله الارحام. ما دام هو من عيلتي يبقى ايه راح بيني وبينه راح. تمام. فلازم ازورهم كلهم اي مناسبه اروح، اي مناسبه عزاء اروح، مناسبه افراح اروح، موالد اروح. الحمد لله ربنا اداني الصحه الحمد لله متعين من الشيخ بقالي 50 سنه. شيخ الطريقه العزازيه. شيخ الطريقه العزازيه. يعني كان كلية الزراعة في سنة ثانية. فضيلة الشيخ هي الطريقة العزازية دي إحدى الطرق الصوفية. إحدى الطرق الصوفية. تمام. ورقمنا في الجدول 36. تمام. طريقة من زمان وتوارثها كلهم علماء. تمام. طب ممكن حضرتك تكلمنا تدينا نبذة بسيطة عن الطريقة العزازية؟ طريقة مبناها الكتاب والسنة وماشية مع قول الله سبحانه وتعالى ما أتاكم رسولكم فخذوه وما نهاكم عنه. وطريقة وسطية. ما فيش فيها بقى يعني ليس لطعام الطعام والاذكار والصلاه على النبي الحمد لله يعني. طيب حضرتك كنت يعني ابناء العيله كانوا قالوا ان حضرتك حضرت اعداد عرفيه كبيره فيها دم والحمد لله اتحلت عليك. الحمد لله في الصعيد وفي ابو المطامير بحيره وما تخلص على طول ان شاء الله. انا مش بغاضي ولا حاجه بس وجودي معاهم بيبقى له وسط. هم بيستعينوا بحضرتك. بيبقى في وسط بنصلح ناس كتير على بعض. عزازي ضريحه في ابو حمص. الشيخ احمد العزازي. ابو حمص دي بحيره؟ بحيره، حته اسمها قوم المناطق. تمام. كان هو اللي كبير خالص. ده الشيخ عبد اللطيف خليفه الشيخ العزازي. مكتوب عليه اهو. تمام. الشيخ العزازي. تمام. ده يوم ما خدت من الشيخ انا لابس البدله ولبست العلم وعبايه عندي. تمام. يوم ما خدت من الشيخ.